سيدي رمضان هل إني يفكرني في عبد العزيز العروي وشربة الماء بعد العطش اللي تروي، يفكرني في تراكن قصيبة والماكينة الحمرة اللي ترجعني لجدادي وللهيبة. مشيت لها قلت عليها نطل، قتلي متغش عليكم الكل، قبل كنتيني الكل في الكل، وتوا وليت حكاية منسية حتى في كتب التاريخ ما كتبتوش عليا. أما مثالش مادام أولادي رضوها فيا، يمكن طويلت عليكم المدة وحد فيكم ما مسأل شنو اللي صار ولا شنو اللي تعدى. تهنى وجيعتي وحدي نداويها، ما نحبش في قلوب أولادي نزرعها ونعديها، هوك اخترت في جواجية نخبيها، ومن غير ما تقول اللي أنا حكيت وبكيت، ما نحبش يقولوا عليا شكاية وبكاية واني اللي زرعت الورد في الثنية. نوصيك على روحك، رد بالك تحكي على جروحك ويصير لك ما صار فيا، يا قصيبة يا عزيزة عليا.